اهلا وسهلا. الحلقه غادي نخصوها عن كورونا، الاحتكار والسياسه. اشنو هي العلاقه اللي كتجمع ما بين كورونا والاحتكار والسياسه؟ في خبر لموقع هيسبريس بعنوان اكتشاف 7 مليون كمامه بالمخازن وراء الخصاص في الصيدليات، يطرح الصحفي كيف أن من أصل 16.5 مليون كمامة وضعت في المنصات وفي المناطق المغربية، ما زالت 7 مليون في المخازن مخزنة، رغم أن الكثيرين من المغاربة اشتكوا في العديد من المدن المغربية للأعداد القليلة للكمامات. وأمام استغراب الوزير حفيظ العلوي كان هذا هو الخبر، ولكن صاحب المقال أعطى شي إشارات واضحة على أن هذا النقص في الكمامات كاين شي حاجة دون أن يشير إليها. أنا غادي نوضح الخبر ونبسطه باش يفهم المشاهد الكريم البعد ديال الخبر. النقص في الكمامات يعود إلى احتكار الموزعين الكبار في المغرب، يعني موالين الشكارة اللي عندهم الفلوس اللي كيشريو بالجملة وهما اللي محتكرين الكمامات. علاش؟ هذا سؤال غادي نرجعوا ليه. مش محتكرين الكمامات ولكن العديد من المنتوجات الأخرى حسب الطلب وحسب ارتفاع، دائما ينتظرون ارتفاع الأسعار لإخراجها إلى السوق من أجل الحصول على الأرباح ولا أرباح كثيرة بالمقابل. زعما هذا احتكار في زمن كورونا. أش غادي يديروا ولا أش غادي يدير هذا المحتكر في زمن عدم المراقبة والتساهل والأمور عادية وفكرة ولا مقولة باك صاحبي؟ بلا ما نشرح باين المنظر، هذا الامر هذا يقودني الى هذه عمليه ديال التفكيك، ان كورونا عندها مجموعه من الابعاد الاجتماعيه والاقتصاديه والنفسيه والتاريخيه. وانا في هذه الحلقه غادي نركز على كورونا والبعد السياسي من خلال النقاط التاليه باش ما نطولش عليكم. دائما ما كنبغيش نطول باش تكون الحلقه سهله وخفيفه على النفس. من خلال النقاط التاليه: اولا، استفراد السياسي اي الدوله بالرياده في مواجهه كارثه كورونا. التمكن السياسي من احكام قبضته على كل المجال، ونصب نفسه الوصي على كل السلطات العلمية والفكرية والدينية والإعلامية، وزيد وزيد. ثانيا، السياسي من يحسم ومن يتحكم في الموقف ومن يتحكم في المعلومة حول الوباء ومن له الحق في الكلام ومتى يقرر وماذا يقرر ويختار وأين ومتى وكيف يقرر. ثالثا، على مستوى تقطيع الزمن وتنظيم العمل وضبط الحركة بصفة عامة والفعل، حيث تم تكييف إيقاع جديد للحياة باختراق الكثير من الخصوصيات. رابعا، عمل السياسي على استنفار كل إمكانياته الإدارية والتقنية والأمنية والعسكرية والإعلامية، وثلاثة نقاط ديال لا نهاية، لإنجاح هذه المهمة في حربه كما يسميها على كورونا. هذه الأبعاد الأربع للعلاقة بين كورونا والفعل السياسي تختلف حسب كل دولة وحسب كل نظام سياسي في تطبيقها.
وفي ظل هذه العلاقة بطبيعة الحال في ظل هذه العلاقة والحجر الصحي ولا المواطن كيقارن بين الغياب الشبه التام للسياسي قبل كورونا والحضور المتميز أثناء وباء كورونا ويتساءل مستقبلا أش غادي يكون من وراء أزمة كورونا. أعود لخبر 7 مليون كمامة اللي مخزنة حتى يجد أصحابها يعني هاد المحتكرين أو المضاربين فرصة لبيعها بثمن أكثر ومعها كذلك مجموعة من المنتوجات. حتى شمراس المواطن هو الذي ينبه إلى هذه المسألة ولا إلى هذه الأمر. الفكرة أن سياسة احتكار موجودة قبل كارثة كورونا وفي أوج أزمة كورونا والسؤال أشنو هو دور السياسي؟ أشنو هو الدور ديال السياسي إذا لم يحارب هذه المضاربات وهذه الاحتكارات واكتفى فقط بالاستغراب كما فعل صاحبنا وبنشر المقال دون أن يشير إلى بؤر المحتكرين. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا، دمتم في رعاية الله وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.